بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني ما كنتش حابب إن احنا الموضوع يعني يدخل لهذا الإطار من الإطالة، لكن يجب بالمناسبة، وهي قضية الحديث عن السلفيين وعن المراجعات التي ينبغي عليهم أن يقوموا بها. وأولا الحديث عنها هي حديث النصح الواجب شرعا من أخ لإخوانه، من تلميذ لأساتذة، من أستاذ لأساتذة، أي إطار أنت حر فيه. يعني لأن للأسف البعض يتعامل بإني من أنت، يعني وكأن النصيحة محتاجة حجم عشان تقبل، فإن ما كانش الحجم ده على المقاس للإخوة الأفاضل السلفيين حاطينه أو تلامذتهم، يبقى أنت كده إيه، لا لسه حضرتك مش في المقاس، أنت سمول والمقاس اللي هتنصحه إكس لارج. يا جماعة ده مش في الدين، ده يصلح في أي حاجة اللي في الدين. سيدنا سليمان نصح من هدهد وقال أحط بما لم تحب به، والهدهد هو الهدهد وسليمان هو سليمان. فمش معنى النصيحة من أحد إن هي صاحب النصيحة ده لابد له شكل وأنت لازم ليك شكل تاني، ما ده نصح علمي أيا كانت هذه النصيحة، فالأفضل القول فيه. فأنا كنت اتحدثت في الفيديو اللي برد فيه على بعض الإخوة اللي هم عقبوا في يعني الفيديو اللي عملته عن فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وإنه ليه مراجعات، وأنا أصلا شايف إنه ما عملش لا اعتذارات ولا مراجعات في شيء، والراجل بيقول إني أنا لو كنت عملت كذا، لكن دخلنا في حديث إن إحنا لا، هناك مراجعات على توجه السلفي أن يقوم بمراجعات فيها بمعظم ومجمل المدارس السلفية، عليها أن تقوم بهذه المراجعة، ومراجعة منهجية تطبيقية في قضايا منهجية وتطبيقية، سواء من حيث في العلم أو من حيث الممارسة. وده ليس من باب يعني التعالي عليهم ولا التقليل من شأنهم ولا من التهويل ولا التهويم من شأنهم، إنما من باب النصح، والمراجعة مطلوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة بنقرأ عنه يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا فعلت كذا، ده محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يعني فالأولى إن الإنسان يكون عنده هذا الخلق، المراجعة الدائمة، سواء للمواقف العلمية للأفكار للمنهج، أراجع مش عيب. ألاحظ أول شيء من الملاحظات والمراجعات التي ينبغي على الإخوة السلفيين المراجعة فيها، أني كان بيرفع شعار السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، لوحظ في أداء عدد ليس بالقليل في مرحلة من السلفيات التي وجدت في مصر وفي الخليج وغيرها، أنه لصالح السنة ضحى بالجماعة أو أثر على الجماعة في وحدة الجماعة، فتشدد عدد من الإخوة السلفيين في قضايا في باب السنة، في النوافل والسنن والهدي الظاهر من السنة، ولا أقلل من هذا الشأن في إطاره وفي ميزانه، لكن لا يكون على حساب تضييع فرائض، فريضة وحدة الأمة، فريضة التئام الصف العام للأمة. لا يوجد في الشرع في فقه الموازنات، واللي قالوا لك هذا يعني ده كأن ده فقه مخترع، لا مش مخترع يا جماعة، ده فقه موجود في القرآن وفي السنة، موجود موجود حصل. سيدنا موسى لما عاد من لقاء ربه وأخذ الألواح وجد قومه يعبدون العجل، فأخذ برأس أخيه وبلحيته يجره إليه، قال له ما منعك ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال له إيه، خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، ولم ترقب قولي، إنك تنتظرني آجي نتفاهم نحل المشكلة دي إزاي. سيدنا هارون هنا هل هو أخر إنكار منكر اللي هو في عبادة صنم عند، لا هو شاف اني علاجه لوحده
مش هيقدر، محتاج حد معاه يعاون ويتعاون، وإلا هيكون سبب في التفرقة. طيب انتوا أقمتوا معارك لأجل سنن قوطع فيها أبناء قاطعوا آباء وقاطعوا جيران لعلة اللحية مثلا، الثوب القصير، إيه العلة؟ طبعا ده حصل في مسارات معينة، حصل، وفي سنن أخرى وفي قضايا أخرى أقيمت معارك بلا داعي، كان يكفي فيها بيان الرأي العلمي. أقيمت معارك في موقف من علماء لعلة إن هو مش ملتحي. لا أقلل، أنا بتكلم وأنا ملتحي، مش بتكلم وأنا واحد حلق لحيتي يعني، لكن في النهاية لازم أبقى عارف الحجم ووزن اللي أنا بتكلم فيه قبل الطرف الآخر، الحكم الآخر. فدي مسألة فيها إسهاب وتفاصيل. قيمة معارك لأجل أشياء بسيطة، لعلة معارك أكبر. كنا بنشوف، كنا لما بنعلق صور البوسنة والهرسك على الحوائط والمساجد، كان الإخوة السلفيين في هذه الفترة بيقطعوا لنا الصور. ليه؟ عشان في صور. طيب حضرتك وانت بتعدي، انا اذكر واحد من احد الاخوه يعني، وقلت له قطعت دي معديين بالعربيه على افيش لناديه الجندي، وطبعا عارفين صور نادي الجندي كانت شكلها ايه. قلت ايه رايك ما تغير المنكر ده رخم؟ قلت لا يعني فيها سجن. طيب ما انت سكت على منكر جاي على صور لناس مستضعفين بنحث الناس على توعيتهم بهذه القضيه. طيب ده حصل، وفي قضايا تانية أنا بضرب نماذج، ده محتاج مراجعة. اتنين، في قضايا النصوص والتعامل والتناول لقضايا النصوص الحديثية، وذكرت نموذج منها، إن لابد إلى طول التأمل والتعمق في فقه القرآن مع فقه السنة مع العودة إلى النصوص أصول الفقه وكتب أصول الفقه والفقه المذهبي. هذه القطيعة التي ظلت لفترة عند هذا التيار مع الفقه المذهبي ليس صوابا، خطأ، خطأ كبير. وأنا كنت بتعجب يعني إزاي الإخوة السلفيين بيدرسوا العقيدة الطحاوية، اللي أمين عملها الطحاوي اللي هو حنفي المذهب، في مقابل معارك أقيمت، معارك أقيمت كل سنة في رمضان على صدقة الفطر، حبوب ولا فلوس، والنيل من أبي حنيفة، وإنه كان بيقول بالرأي ضد النص. ما فيش كده يا جماعة، ما فيش إمام في الدنيا، لا يوجد إمام ولا عالم بالدين يعلم نصا في الأمر ويعارضه. واقرأوا رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، مش فاضيين تقروها، اقروا الفهرس، هتلاقوا فيه على أسباب واضحة. مفيش فقيه في الدنيا بيصلوا حديث ولا نص بيختلف، يعني حتى كل الأئمة بلا استثناء، وأولهم أبو حنيف، وحتى ضدهم بالرأي، ما من فقه ولا من فقيه إلا أخذ بالرأي. الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه عن مالك قال إن تلت مذهب مالك يقول فيه بالرأي، ودلل على ذلك، قال مش أبو حنيفة بس، في كتابه بعنوان مالك للشيخ ابو زهره قال ان الامام مالك تلت مذهبه او نصه ياخذ بالراي. يعني فالقضيه مش مرتبطه بابو حنيفه، ومش قضيه الراي يعني العقل، انتوا فاهمين غلط. الراي يعني النظر في النص ليس على ظاهره، في عوامل اخرى في النص. انتوا اقمتوا معارك في صدقه الفطر، هل مستاهله كل المعركه دي؟ والإصرار وتحويل مسألة في إطار الفقه المذهبي، في الفقه بوجه عام، حضراتكم لم تستوعبوا القضية صحيحة لأنكم أخذتوها في إطار بعيد عن إطارها الفقهي والعلمي. الأمة عاشت 14 قرن، اللي بيذاكر ده بيذاكر ده وخلصنا، اللي موجود، لكن ده سبب حرجا وسبب شقاقا، وده مش صح. كنا بنشوف في الصلاة ساووا صفوفكم، هتلاقي الأخ مصر يلزق صباع رجله الصغير في صباع رجل اللي جنبك، ويبقى واحد مثلا طار صباع مطروف ولا حاجة، ولا عنده حساسية
يا عم تسوية الصف مش كده يعني، مش لازق في لازق يعني، وعين انا يبقى الاخ بيصلي مشغول، مشغول باللي جنبه، انت بقى مركز في صلاتك ولا اللي في جنبك؟ انا بقول ده مش معناه منهج عند السلف، بس بقول لك ان بعض التطبيقات ادت الى هذا الفهم. زي كان الشيخ الغزالي بيهاجموه في القصر، لما الواحد يقول له حط ايدي كده ولا كده، يقول له يا عم حطها زي ما انت عايز، المهم انك تخشع. في النهايه وضع اليد في الصلاه ده مش هتفسد الصلاه بدونها يعني. فانا اقصد ان هذه المعارك سببها ونشأ عن عدم الاطلاع على فقه الاختلاف، اللي هو فين؟ في كتب الفقه المذهبي والمذاهب، الفقه المعني بالدليل والنصوص عشان تبقى عارف. يكفيك في بدايه المجتهد ونهايه المتصل لابن رشد كبدايه. حتى في المذهب الواحد يا جماعه، المذهب الواحد ابو حنيفه بتلاقي قال راي، والصاحبان قال راي، وزفر قال راي، وغيره قال راي، وفي مذهب واحد. الامام احمد اراء، روايه واثنين، الشافعي القديم والجديد، المالكيه، في خلاف موجود جوه كل مذهب، جوه كل مدرسه. فاذا وموجود حتى عند السلفيه، من يرى بالنقاب ومن لا يرى دليل عليه زي الشيخ الالباني في المدرسه الواحده. فده كان نموذج يكفيكم في اني تقبل الراي الاخر وليس لعله. هو حد كان يتهم الشيخ الالباني ان يدعي للتبرج؟ لا، هو قال ان امراته وبناته منتقبات لكن لا ارى النقابه فريضه، الدليل رجح عنده. فدي نقطة مهمة جدا أيضا لابد من المراجعة فيها عند الإخوة السلفيين. من القضايا المهمة في المراجعة أن تراجع أن الدعوة السلفية فتحت معارك بلا داعي على كل المدارس الإسلامية الأخرى، الأزهر متمثلا في عقيدات الأشعرية والماتريدية وهجوم، طب يا جماعة، وعلى الصوفية حتى التصوف يعني بكل أطيافه، وعلى الإخوان المسلمين، وعلى التبليغ، وعلى يعني بقية المدارس. ده خطأ لابد أن يراجع في منهجيتها. إني لا، في فرق بين الاختلاف العلمي وبين إن أنا أشعر الناس أنا الحق الوحيد، أنا الفرقة الناجية. ده كنا بنلمسه في خطابات، وان الازهر عقيدته فاسده. فاسده. الاخوان عندهم شرك سياسي. ده كان بيحصل. حصل؟ اه حصل، والكتب موجوده. اقروا الطريق الى الجماعه الام. مش اخوان اللي كذبوا يعني. اقروا في كتب اخرى. في خلافات اقيمت معارك. وتغيرت يعني ثقافات السلفية بعدين ومن غير مراجعة. وهذكر نماذج. بس ما نجيب بس الخلافات دي، انت اختلفت مع الازهر واقمت معركة معاه. عشان ايه؟ عشان قضية التأويل في الاسماء والصفات. طيب ايه الازمة؟ يعني اذكر احد هؤلاء لقياني في دولة خليجية وقال لي ما شافني بالزي الازهري، ما حدش بيوصل للخليل يعني. قال لي انت ازهري؟ قلت له نعم. قال لي اشعري؟ قلت له اه نعم. فكني بقى هنكر يعني، وكني يعني حاجه عار يعني انا شايله على راسي. قلت له تعرف ايه عن الاشاعره؟ تعرف ايه عن الاشعري؟ قال لي اول. طب يعني ايه المشكله اول؟ اول يعني الايات التي في الاسماء والصفات، يد الله فوق ايديهم، حديث يد الله مع الجماعه، الله سميع بصير لله سمع لله بصر، يضع فيها قدمه لله قدم، الى اخر هذه الايه الاسماء والصفات اللي هي يعني معروف فيها الخلاف بين السلف والخلف. طيب يقول لي لا اصل الاشاعره يؤولون. طب التاويل عندك ايه مشكلتك فيه؟ قال لا من اول فقد كفر. كفر؟ قال لا فسق. طيب منين فسق دي؟ منين؟ يا اخي هما الطرفين في القضيه. اذا صح هذا التقسيم سلف وخلف، الاثنين يريدان تنزيه الله عز وجل. اللي بيقول لا سميع لله سمع لا نعرف كنه ولا طبيعته، والآية نجريها على ظاهرها تمام. واللي قال ان لا يعني يد الله فوق ايديه، قدرة الله فوق قدرته، خلاص.
ولتصنع على عيني أي على معرفتي أو بقدرتي، زي ما بابا بيأول اللي بيأول. وقصده هنا إيه؟ قصده إنه يزيل من رأس أي إنسان تشبيه الله عز وجل بخلقه، يعني بينزه ربنا. والتاني اللي ما فسرش أراد تنزيه الله. الاثنين متفقين إذن. طيب اللي أول اللغة العربية بتجيب المعنى ده ولا لأ؟ بتجيب المعنى ده. طيب يبقى إيه حكمة ربنا إن جاب لي نصوص في اللغة بتاعتي؟ ما اللغة دي ما بتقولش المعاني دي. يعني أما ربنا يقول كلمة العين في القرآن نفسه وفي اللغة مقصودة بها إيه؟ العين، العين دي، أو العين البئر، أو العين الجاسوس أرسل الملك عيونه إلى المدينة، يعني إيه الجواسيس؟ أو واحد يقول لك من عيني، من عيني يعني إيه؟ يعني أخدمك. طيب هي دي اللغة اللي ربنا اتعلمناها، ما اتعلمناش غيرها. فلما ربنا يجيب لي آيات في القرآن بنفس اللغة بتاعتي ده معانيها عندي. فأنا كل اللي أنا مطلوب إن أنا لا أشبه خلق الله بالله، أو الله عز وجل بخلق معاذ الله، ولا أعطل النص ولا أعمل. طيب يعمل إيه؟ إلا إن إذا ربنا ده الرأي الثالث اللي ما بيقولش بيه الإخوان السلفيين، اللي هو التفويض، إن الآيات دي لها معاني لا يعرف معناها وحقيقتها وطبيعتها إلا الله، اللي هو التفويض، اللي برضه بينكروه لك لا السلف، وحاصر في مذهب السلف، وده خطأ ثالث هنتكلم عنه. إذا أنت أقمت معارك مع الأزهر، معركة بلا داعي، بلا داعي، مدرسة قائمة في التاريخ الإسلامي كله. جاء النهاردة سعادتك هتقوم عشان تهدم ليه؟ ما الداعي؟ معركة بلا أي فائدة. وأصلا الأزمة لما قامت المعركة دي من الأزهر والسلفيين في مصر، كان وقتها الإلحاد بادئ يضرب في مصر، يبدأ. يعني يا جماعة الخير، الناس مش بتتكلم عن الله عين وسمع وبصر، الناس بتتكلم في ان مفيش ربنا، والاخوة الافاضل جايين يتناقشوا في قضية تأويل الاسماء والصفات، بيتناقش في النقاب مع واحدة ماشية بالمنجب. يابا الاول لما تتستر، في اولويات. فلا، ده كان غائب عن الدعوة السلفية، هذا الترمومتر كان غائبا. قضية تانية مع الصوفية، ده تفاصيل تانية يعني نتكلم. طيب يا أولاد الحلال، ابن تيمية نفسه ليه مجلدين في مجموع الفتاوى، مجلد اسمه التصوف ومجلد اسمه السلوك. وكل أئمة المذاهب والعلماء كانوا من التصوف السني، اللي هو تزكية النفس. برضو أقيمت معركة بهذا الشكل، كانت محتاجة ترشد عن كده. أقيم معركة مع الإخوان في قضية التوسل والأسماء والصفات اللي قالها الشيخ حسن البنا. إيه المشكلة يا جماعة؟ لا، البنا ما أجاز التوسل. البنا قال وكل دعاء إلى الله بأحد متوسلا بتوسل الله في الدعاء بأحد من خلقه. القضية من الفروع. يعني من الفروع؟ يعني يتقال عليها حلال وحرام، ما يتقالش فيها إيمان وكفر. إيه الغلط اللي في كده؟ تدور في كتب ابن عبد الوهاب، الإمام ابن عبد الوهاب والعلماء السلفية أهل نفس الكلام. إيه الفرق؟ ما فيش فرق. طب ايه لازمة النكاية والكلام ده؟ والتوسل نفسه يا جماعة اختلف فيه العلماء. لازم في التوسل يعني ايه؟ الدعاء الى الله، بدعي ربنا، بس حط توسل بحد في النص. ده في خلاف. الامام الشوكاني السلفي يجيز، والامام العز بن عبد السلام الصوفي يحرم. ايه رأيكم بقى؟ قصة علم اذا، مش شغل نائر ونئير وانا اختلف وخلاص وبس عايز اتميز الى اخر هذه الخلافات. القصة ما هياش بهذا الشكل يا اخوانا. اقامة معارك للأسف، يعني في مسألة العقيدة وغيرها، ده مش صح. ان للأسف حدث من اخوة السلفيين اهتمام بقضايا فروعية على حساب اصول، و التسرع في انه دايما ناصب نفسه ميزان يحكم به على العلماء. فنلاقي القرضاوي في الميزان، الغزالي المعتزلي العقلي، المش عارف مين ايه، فهم هويدي في الميزان، فلان في الميزان، فلان في الميزان. ميزان ايه اللي من كفه واحده عندكم ده؟ اللي انا اعرف ان الميزان ده كفتين.
في ميزان في الدنيا كفة واحدة؟ ولذلك الشيخ سلمان العوض ربنا يفك أسره قابلته في يعني بعد خروجه من السجن الأول، قلت له يعني أنت لازلت على موقفك من كتابك حوار هذا مع محمد الغزالي؟ قال لي لا غيرت منهجي. قلت له إيه؟ قال لي مش من المنهج السلف إن أنا أخصص نفسي لكتاب أقول مثالب عالم. كل السلف كان يجيب ما له وما عليه، لكن أفرغ نفسي لعالم أطلع أخطائه، ما يعني ده مش منهج سلف. يعني ده كان رأيه إن هو، فده اعتبرته جيد. الأمر مش عايز الأخير يعني عشان ما أطولش في قضايا أخرى، إني الإخوة السلفين حصروا السلفية والسلف ومنهج السلف فيهم، وده مش صحيح يا جماعة. السلفية مرحلة زمنية ومنهج، من يتبعه يبقى اسمه سلفي من منهج السلف، وكل الجماعات أخذت من السلف. فما تدعيش انك انت اسم مسمى، لكن في النهاية لا، البعض حاول احتكار الاسم اني لا هو السلفي، وهو حكم مين يدخل المخيم ده ويطلع منه. فهو رشيد رضا لا مش من السلفي، ده عقلاني، ده تلميذ محمد عبده يا جماعة، مش صحيح. محمد رشيد رضا مجدد السلفية في العصر الحديث، دي اللي قال عنها الشيخ الغزالي السلفية التي نحب ونريد، السلفية التي لا تعارض، اللي قال عنها مثل مدار تعارض العقل مع النقل، العقل يسير مع النص ما بيتعارضش معاه، ما تديش صورة وانطباع عن المسلم ان هو فاقد للذوق، فاقد ليه أصول التعامل مع الحياة، ما فيش كده. أخيرا ما يؤخذ على أخوان السلفين لازم يراجعوا أنفسهم فيه على ما لهم من فضل، طبعا يحتاج إلى حديث مسهب في جهودهم في خدمة السنة وغيره وغيره، لكن أنا بقول ده المراجعات المطلوب أن تراجع فيها. قضية إن هم غيروا آرائهم الفقهية في قضايا وأدبياتهم ناطقة بالعكس. قضيتين أضربهم نموذج بس، التصوير والعمل السياسي، الدخول في المعترك السياسي. كل أدبيات السلفيين على اختلاف مدارسها يرى التصوير حراما، بالفيديو ده أو بالصورة أو بأي شكل التصوير حرام، ولعن الله المصورين. طيب النهاردة من قبل ثورة يناير كل شيخ سلفي فاضل قام بجهد في فضائية من الفضائيات، حضرتك مطالب قبل ما تطلع تقول لنا موقفك من التصوير ايه. انت عمليا غيرت بس ادبياتك لسه، وكان يقولك لا يجوز الا في حالة البطاقة وجواز السفر واضطرارا. طب حضرتك النهاردة كل فيديوهاتك دي ومعظمهم صور، مش صورة، صور ووشه للكاميرا وشايف وبيتصور، وأنكرت على كل اللي أجازه عندك من أول القرضاوي وانت طالع. طيب حضرتك بقى النهاردة تراجعت فعليا وليس في كتاباتك، موقفك ايه ولماذا غيرت؟ غيرت عشان في دليل عندك جد في الأمر، ولا غيرت عشان خاطر خلاص عمت بيها المصلحة والأمر؟ اتنين، دخول المعترك السياسي، كنت لا ورفض، ولان ده الطاغوت موجود ما ندخلش، وفي دستور ينص على هذا الطاغوت، وفي نصوص تخالف الشرع. نعم، جت ثورة يناير دخل السلفيون الى المعترك السياسي وترشحوا على المقاعد البرلمان ومجلس الشورى. اللي جد حضرتك هتقولي الطاغوت مشي؟ مين الطاغوت يابا؟ هو يعني هو كان من اسباب المنع شرعا حسن مبارك، يعني من نصوص الشرع ان السياسة ممنوعة عشان مبارك؟ لا، انت بتقول طاغوت. ايه اللي جد؟ الشريعة اتطبقت حضرتك بثورة يناير؟ ما حصلش. جابولك عمر بن الخطاب حكم؟ ما حصلش، ده المجلس العسكري كان وقتها. مش هتقول لي اصل مرسي جه ده اسلامي؟ لا يا عم، قبل مرسي الله يرحمه كان مجلس العسكري نفس العسكر اللي جاي منها مبارك، لا فرق. ايه اللي جد عندك؟ وكلكم وقفتوا في قلب ما عدا اخونا الاستاذ ممدوح اسماعيل لما قال لي بما لا يخالف شرع الله، والناس استنكروا ماشي، لكن في النهايه كله وحتى بما لا يخالف شرع الله برضه اقسم على الدستور نفسه.
اللي هو ايه؟ نفس الدستور اللي هو الدستور بتاع مبارك ما اتغيرش. ده الدستور اتغير ايام الدكتور مرسي مش دلوقتي. فانت اقسمت على هذا الدستور حضرتك، وكان بيطلع كتابات بتقول كده: الجواب السديد في اثبات ان دخول المجلس النيابي ينافي التوحيد. ادبياتك ما اتغيرتش، لماذا غيرت؟ وقضايا تانية ممكن نتناقش فيها، نزول المرأة للدعاية الانتخابية والاختلاط اللي كان ممنوع، كنت بتمسك الإخوان تمرمط اللي خلفوهم الأرض وغيرهم. فدي مراجعات عندك مطلوبة، مش شماتة فيك، لأ، لأن الإنسان المسلم لابد دائما مراجعة للنفس. فهذه مراجعات ينبغي في مراجعات أخرى علمية لو عايزين نتكلم نسهب قضايا تفصيلية، يعني مش مسألة حاجة ولا اتنين ولا تلاتة. وهذا لا ينفي كما ذكرت ما لكل إنسان من خير، وما لكل إنسان من أفضال، وما لكل إنسان من جهد مشكور على فعله وجهده واجتهاده. إنما ده لأن بعض الناس للأسف يعني تخيل في ذهني القداسة لشيوخه، أو إن لا فوق مستوى إن حد يراجعهم. لا طبعا حضرتك نرجعهم، أنت تزعل، الإخوان يزعلوا، الصوفية يزعلوا، مش عارف مين يزعل، والله براحتك، إحنا في النهاية نقوم بواجبنا من النصح. قبلت بها فبها ونعمت، لم تقبل أدينا ما علينا، والله موفق سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.